كل الأجهزة العسكرية يعني تقدم الدعم لوزارة الداخلية، لكن بالتدرج. مبدئيا احنا ننسق مع اخواننا في الحرس الوطني اذا كان احتجنا دعم منهم على مناطق مختلفة وانتشار وتوسع الحظر، لكن الخيار قائم واخواننا في الجيش يعني دائما سباقين للدعم. اخواننا بالحرس وانا اقدم لهم الشكر دائما سباقين، وكذلك اخواننا في الاطفاء ودورهم راح يكون وايد مهم في هذه الفتره. موضوع المخالفين، نعم هناك فريق مختص بقياده معالي الاخت وزير الشؤون وعده جهات تقوم بحصرهم، وسوف يصدر قرار للمخالفين العفو عن يعني مخالفاتهم، وممكن يراجعون وزارة الداخلية يعني مسح هذه المخالفات وترحيبنا بمساعدتهم إن حبوا يعني يغادرون البلاد طوعيا، وأن حتى قاعدين نفكر شلون ممكن نحافظ حتى على إقاماتهم، ممكن يقعدون في إذا عادوا في إقاماتهم. لكن بالفعل بكرة راح يصدر قرار وزير الداخلية مثل اللي صدر من سنتين أو ثلاث بدعوة كل المخالفين لقانون الإقامة بمراجعة وزارة الداخلية لاستثناء هذه المخالفات.